السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس شرح كتاب دليل الطالب. ما زلنا في النوع الأول من أنواع المياه أو من أقسام المياه، وهو الماء الطهور. وذكر المصنف رحمة الله عليه له 4 أنواع. وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: أو بما لا يمازجه، أو بما لا يمازجه. الآن المصنف رحمة الله عليه يذكر بعض أنواع المياه التي من الماء الطهور الذي لا يكره استعماله، الذي لا يكره استعماله. قال: أو بما لا يمازجه، يعني إذا تغير بما لا يخالطه، لأن هناك ممازجة وهناك مخالطة وهناك مجاورة. عندنا 3 أشياء: ممازجة ومخالطة ومجاورة. المجاورة كل ما تغير بسبب المجاورة فإنه لا يكره ولا ينجس، حتى كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى حينما نتكلم عن الماء النجس. أما المخالطة فبالنسبة للماء الطهور، إذا خالطه شيء طاهر بما لا يمازجه، خالطه لكن لا يمازجه، يعني لا يذوب هذا الشيء في هذا الماء، فإنه لا يكره. أما إذا مازجه، خالطه فمازجه، يعني ذهبت عينه في هذا الماء، فإنه ينظر، فإن كان طاهرا فإنه يكره، بشرط أن لا يسلب الماء اسمه كما ذكرنا فيما سبق. وأما إذا كان في مسائل النجاسة فسيأتي بحسب القلة والكثرة. الآن ضرب المصنف رحمة الله عليه أمثلة، قال: كتغيره بالعود القماري وقطع الكافور والدهن. ضرب 3 أمثلة لهذا النوع من أنواع المياه التي إذا خالطه شيء لا يمازجه فإنه لا يكره. قال: كتغيره بالعود القماري. القماري طبعا هذه صفة للعود، وقمار هذه مدينة في الهند مشتهرة بهذا النوع من أنواع العود، ولذلك ينسب إليه. إذا تغير الماء بالعود القماري فإنه لا يكره، فإنه عفوا فإنه يكره. نحن نتكلم الآن على مسألة النوع الأول، كذا نتكلم نحن الآن على نعم، وما يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه. هذه كلها عفوا فيما يتعلق بالماء الطهور الذي يكره استعماله، يعني صححوا هذه المسألة، العبارة اللي ذكرتها أنا قبل قليل. إذا تغير بالعود القماري فإنه يجوز التطهر به مع الكراهة. لماذا؟ لأن القاعدة الشرعية عند الحنابلة أن الماء الطهور إذا تغير ولو بطاهر فإنه يكره استعماله، وذلك للخلاف المشهور والمعروف بين العلماء. نحن الآن تكلمنا بما لا يمازجه، ذكرت لكم الفرق بين الممازجة والمخالطة والمجاورة. قال: وقطع الكافور. الكافور طبعا نوع من أنواع الطيب، لا يخفاكم، نوع من أنواع الطيب. فإذا خالط الماء عود قطع الكافور فإن الماء يكره استعماله، يكره
استعماله. لماذا؟ للخلاف اللي ذكرناه، لأن قطع الكافور لا تذوب في هذا الماء ولا تمازجه، وإنما تخالطه. ولا بد حقيقة من التفريق بين الكافور، فإن الكافور على نوعين: قطع وشيء مطحون. شيء مطحون، ولذلك المطحون بالمجزوم أنه سيمازج الماء ويتغير الماء. وهنا نأتي إلى القسمة الثلاثية التي ذكرها الجمهور، بأن الماء الطهور إذا تغير بممازج فسلبه اسمه فإنه يكون طاهرا، يعني لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث، ولكن يزيل الخبث كما ذكرنا القاعدة في السابق. كذلك الدهن، أي يعني لو تغير هذا الماء بالدهن فيبقى طهور، لكنه يكره استعماله للخلاف اللي ذكرناه. لماذا؟ لأن الدهن في الغالب لا يمازج، وإنما يخالط، ولذلك العلماء كرهوا لهذا السبب اللي ذكرناه قبل قليل. والصواب بأن بأن هذه الأمثلة التي ذكرها المصنف كلها لا تنقل الماء عن الطهورية، لا تنقل الماء عن الطهورية، فكل ماء مازجه شيء طاهر ولم يسلبه اسمه فإنه يبقى طهورا. بل كل ماء قلت قبل قليل خالطه، بل أقول كل ماء مازجه شيء طاهر ولم يسلبه اسمه فإنه يبقى طهور، على الراجح من أقوال أهل العلم. لأني ذكرت لكم في مجلس سابق بأن قسمة الماء الثلاثية هي قول الجمهور، ورجحنا بأن القسمة الثنائية، وأن الماء يعني ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس، وذكرنا مذهب شيخ الإسلام في هذه المسألة. إذن على هذا، لو تغير الماء بما لا يمازجه، يعني يخالطه، مثل العود القماري ومثل الكافور ومثل الدهن، فإنه على المذهب يجوز استعماله مع الكراهة، يجوز استعماله مع الكراهة. والراجح كما ذكرت لكم حينما نذكر القسمة الثنائية للماء، أنه يجوز استعماله، ولو يجوز استعماله من غير كراهة، من غير كراهة، هذا هو الراجح. ولذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أم هاني اغتسل هو وميمونة من إناء كان فيه بقايا عجين، ولا شك بأن العجين طاهر، فغير هذا الماء، غيره يعني، أو خالطه فتغير لون الماء، وهذا يدلنا على مشروعية، على جواز التطهر بهذا الماء. قال رحمه الله تعالى: ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث. لا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث. إذن عندنا الآن ماء زمزم، وماء زمزم ماء مبارك، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عن ماء زمزم أنه ماء مبارك، وأنه طعام طعم وشفاء سقم، وأن ماء زمزم لما شرب له. وماء زمزم معروف، هو الذي في الحرم المكي قريب من الكعبة المشرف، الكعبة المشرفة. وماء زمزم المذهب هو قول جماهير أهل العلم أنه لا يكره استعماله في الوضوء، لا يكره استعماله في الوضوء للنص. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من ماء زمزم، حديث أسامة بن زيد، وأيضا جاء من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. وقد ذكر النووي رحمة الله عليه أن الوضوء من ماء زمزم ما زال عليه الناس، ولا أحد ينكر ذلك، لا أحد ينكر ذلك.
والبحث في هذه المسألة في 3 أشياء: أولا في الوضوء، وثانيا في الغسل، وثالثا في إزالة الخبث. إزالة الخبث، هذه المسألة فيما يتعلق باستعمال ماء زمزم، استعمال ماء زمزم. أولا بالنسبة لاستعمال ماء زمزم في الوضوء، باتفاق العلماء على جواز، باتفاق العلماء على جواز، ولذلك الأحاديث في هذا، حديث أسامة بن زيد وحديث علي بن أبي طالب على أن يجوز استعمال ماء زمزم في الوضوء، في الوضوء، ولذلك لا كراهة في ذلك. هناك فيما يتعلق بالغسل به دون الوضوء، كرهه جمع من العلماء، وهو طبعا من مفردات الحنابل، من مفردات الحنابلة كراهية الغسل بماء زمزم دون الوضوء، دون الوضوء. وهذا رواية عن الإمام أحمد، اختارها أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه، وذهب إلى كراهية ذلك، قال لأن الغسل من الجنابة فيه معنى النجاسة وليس هو نجاسة، يعني فيه معنى إزالة النجاسة وليس هو نجاسة. والقول الثالث، ذهبوا إلى جواز الوضوء والغسل بماء زمزم مطلقا، بماء زمزم مطلقا، وهذا حقيقة هو قول جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم الحنفية والمالكية والشافعية، وأيضا في الرواية المشهورة عن الإمام أحمد وهي المعتمدة، المعتمدة في المذهب. والأدلة على ذلك، يعني أولا منها وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا جاز الوضوء بماء زمزم جاز الغسل به، جاز الغسل به. وأيضا بالنسبة للحدث، ذكرنا لكم بأن الحدث وصف معنوي قائم بالبدن وليس هو نجاسة، ليس هو نجاسة ولا في معنى النجاسة، ولا في معنى النجاسة. ومن ذهب إلى المنع، وذكروا حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، أن العباس بن عبد المطلب قال: اللهم إني لا أحلها لمغتسل ولكن هي لشارب، وأحسبه قال: ومتوضئ حل وبل، حل وبل، يعني حل مباح وبل يعني شفاء. وهذا الحديث حقيقة من جهة الإسناد حديث ضعيف، ومن جهة المتن مضطرب، أما من جهة الإسناد فقد ضعفه الحافظ النووي رحمة الله عليه، وذكر بأنه منقطع. وأما من جهة المتن فيروى هذا عن عبد المطلب والد العباس، ويروى عن العباس، ويروى عن ابن عباس، ولذلك حصل هنا اضطراب، يعني يروى مرة عن العباس، مرة عن عبد المطلب، ومرة عن ابن عباس، ولذلك هذا الحديث حديث ضعيف. مما يدل على جواز استعمال ماء زمزم في الوضوء وأيضا في الاغتسال، أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما نبع الماء من بين أصابعه، وبدن النبي عليه الصلاة والسلام مبارك، وما يتصل ببدنه في حياته مبارك صلى الله عليه وسلم، مثل عرقه، وكذلك الماء الذي نبع من بين يديه، ذهب الصحابة فتوضأوا من هذا الماء الذي نبع من بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فدل هذا على أن أنه يجوز رفع الحدث بالماء المبارك، رفع الحدث بالماء المبارك. وأيضا القياس على سائر المياه، فماء زمزم ماء طهور أشبه بما بقية المياه التي أنزلها الله عز وجل أنزلها لتطهير الناس، كما جاءت بذلك الأحاديث. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن ماء زمزم يجوز الوضوء به ويجوز الاغتسال. أما ما يتعلق بمسألة
إزالة الخبث أو إزالة النجاسة، فهذه كرهها كثير من أهل العلم، ذهبوا إلى أن ماء زمزم لا تزال به النجاسة، لأن إزالة الخبث يعني قالوا بأن هذا ماء مبارك، فإزالة الخبث فيه يذهب قيمة هذا الماء، ولذلك ذكر بعض العلماء الاتفاق على كراهية استعمال ماء زمزم في إزالة الخبث، لكن المالكية يذهبون إلى جوازه، المالكية يذهبون إلى جواز استعمال ماء زمزم في إزالة الخبث، وهذا الذي يظهر أنه الراجح ولله الحمد والمنة. إذا خلاصة الأمر أن ماء زمزم يجوز استعماله في الوضوء ويجوز استعماله في الغسل على القول الراجح، وبالنسبة لإزالة الخبث الخلاف فيه شديد، الخلاف فيه شديد، فالجمهور على المنع وذهب بعض العلماء إلى الجواز، لكن ما دام أنه ذكر خلاف فالاحتياط ترك رفع النجاسة بماء زمزم يكره، يعني كما قال الفقهاء يكره، ولذلك كلام الفقهاء في مثل هذا المقام مهم جدا، خاصة وأن الجمهور على المنع، الجمهور على المنع أنه ما يرفع به، ما يزال به النجاسات، ما يزال بماء زمزم النجاسات، لكن عموما إن احتاج شخص إلى ماء زمزم في إزالة نجاسة ولم يجد غيره لا حرج عليه في ذلك. قال: وماء لا يكره. الآن بدأ المصنف رحمة الله عليه بذكر النوع الأخير من أنواع الماء الطهور، وهو الماء ماء لا يكره، ماء لا يكره يعني لا يكره استعماله. قال: كماء البحر والآبار والعيون والأنهار والحمام والمسخن بالشمس والمتغير بطول المكث أو بالريح من نحو ميتة أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضع، ما لم يوضع. إذن هذا هو النوع الرابع من أنواع الماء الطهور الذي لا يكره استعماله. ذكر أولا، أتى بأمثلة، قال: كماء البحر، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. والآبار والعيون والأنهار، هذه كلها انعقد الإجماع على أنها طهور، على أن ماء البحار والأنهار وماء العيون والآبار كلها طهور. قال ابن عبد البر: وقد أجمع جمهور العلماء وجماعة أئمة الفتوى بالأمصار من الفقهاء أن البحر طهور ماؤه وأن الوضوء جائز به، جائز به. وأما العيون والآبار فعندنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام قيل له: يا رسول الله، أنا أتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن، يطرح فيها يعني الرياح تدفع الحيض، هي الخرق التي تتمسح بها المرأة من الحيض، ولحوم الكلاب الميتة يعني والنتن، لأن البئر بضاعة كانت في مكان من حيث موضعها، من حيث مكانها في مكان منخفض، فلما تأتي السيول والرياح فتدفع هذه الأشياء فتسقط في هذا، وليس ولا يظن أبدا بالصحابة أنهم هم الذين يرمون في هذه البئر هذه القاذورات أبدا. فالصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وأما مياه الأنهار ومياه كذلك بقية الأنواع اللي ذكرها المصنف، هذه العمل عليها منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، والناس يتطهرون بها. قال: والحمام، الحمام المقصود فيه المغتسل، وهذا كان في بلاد الشام خاصة في حمص، كما جاء في حديث عائشة لما أتى عائشة مجموعة نساء فقالت لهن: من أين أنتن؟ قلنا: من الشام، من حمص. قالت: من البلاد التي
فيها الحمامات؟ قلنا نعم. قالت فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما امرأة ألقت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله، أو كما ورد. وأيضا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجل أن يدخل حليلته الحمام وهو المغتسل، لأن فيه إلقاء للثياب، وفيه مظنة كشف العورات، فيه مظنة كشف العورات. ولذلك ليس الحمام المقصود فيه الحمام الذي ينقدح في الذهن أولا، المرحاض، لا، وإنما الحمامات أحواض، أماكن فيها أحواض ساخنة يغتسل فيها الناس. الحمام لا يكره استعماله، وهو من أنواع الماء الطهور، وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم دخلوا الحمام ورخصوا فيه، وقد جاء هذا عن علي بن أبي طالب، وجاء أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن جمع من الصحابة أنهم دخلوا الحمام. دل هذا على ماذا؟ دل هذا على أن الماء الحمامات الأصل فيه أنه طهور، وأنه لا يكره استعماله. ومن نقل عنه الكراهة مثل ابن عمر وأيضا علي رضي الله عنه، روي عنهم الكراهة أيضا، إنما روي عنهم لسببين أو لعلتين. الأولى كشف العورات، كرهوا دخول الحمام لأن فيه كشف للعورات أو مظنة كشف العورات، والثاني قصد التنعم والزيادة في ذلك، كما لما سئل علي أجاب بهذا. ولذلك يعني الشريعة تدعو الرجل إلى أن لا يبالغ في التنعم، وإنما يخشوشن. فالكراهة التي وردت عن علي إنما هو من هذا الباب. إذن الأصل أن الحمام يجوز استعمال مائه الساخن هذا، ومن دون كراهة، لأنه ماء طهور. قال: والمسخن بالشمس. المسخن بالشمس يعني يجوز استعمال الماء المسخن بالشمس من دون طهارة، عفوا، يجوز استعمال الماء المسخن بالشمس من دون كراهة لرفع الحدث، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. يروى طبعا عن الشافعي رحمة الله عليه كراهية ذلك، والشافعي رحمة الله عليه إنما كرهه من جهة الطب، قال لأنه يورث البرص، وأحال ذلك إلى الأطباء، كأنه يقول إذا ثبت فإنه يكره من هذا الباب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. أما إذا قال الأطباء بأن الماء المشمس لا يسبب برص ولا يسبب ضرر، فإن الشافعي يتفق مع جمهور العلماء على ماذا؟ على أنه طهور يجوز استعماله من دون كراهة. والنووي رحمة الله عليه حينما ناقش هذه المسألة في كتابه المجموع قال: ولم يثبت عن الأطباء فيه شيء، فالصواب الجزم بأنه لا كراهة فيه. الصواب الجزم بأنه لا كراهة فيه، ولذلك يجوز استعمال الماء المشمس، يعني الموضوع تحت الشمس، بحيث أنه سخن الماء بسبب أشعة الشمس من دون كراهة. وأما ما يروى من الأحاديث التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على عائشة، أنكر عليها وقال لها: لا تفعلي يا خميراء، فإنه يورث البرص. وأصل الحديث من حديث عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سخنت ماء في الشمس، فقال: لا تفعلي يا خميرة، فإنه يورث البرص. هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، ولذلك قال النووي ضعيف باتفاق المحدثين، بل إن بعض العلماء ذكروا بأنه موضوع، كما جزم بذلك ابن الجوزي رحمة الله عليه. ولذلك الصواب جواز استعمال الماء المشمس من دون كراهة. طيب، بالنسبة للماء المسخن بطاهر، يعني بغير الشمس، مثل يسخن بالكهرباء، يسخن بالغاز، يسخن بما يسمى بالهيتر مثلا،
يعني بهذه الأشياء، ما حكم ذلك؟ طبعا على الـ 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 يعني على مذهب الشافعي، على المذهب عفوا عند الشافعية يمكن أن يقال بأنه يكره، لأنه إذا كره استعمال الماء المشمس فالمسخن بغير الشمس قد يكون من باب أولى. هذا طبعا تخريج، وما أدري هل فقهاء الشافعية يقولون بمثل هذا أم لا. والصواب بأنه كما ذكرت الماء الطهور المشمس يستعمل من دون كراهة، سواء كان بالشمس أو بغير الشمس، من استعمال مثلا الماء عن طريق الأدوات هذه. طبعا تعرفون بأن ذكرنا فيما سبق كراهية الماء المسخن بالنجاسة، هذه مسألة أخرى، يعني ليست هي المسألة أو المقصود مثلا، هذه ذكرناها فيما سبق ما يتعلق بالماء الذي يكره استعماله. وكذلك ذكرنا مسألة الماء الذي اشتد حره، أنا لا أتحدث عنها يعني حتى لا تخلطون. نحن الآن نتحدث عن ماء في الشتاء، قام شخص وسخن الماء في من خلال مادة، من خلال الغاز، من خلال الكهرباء، بأي نوع، فإنه لا يكره. وقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يسخن له ماء في قمقم فيغتسل به، كان يسخن له ماء في قمقم فيغتسل به. وكذلك يروى عن ابن عمر أنه كان يغتسل بالحميم، يعني الماء الحار، الماء الحار. قال رحمه الله تعالى: والمتغير بطول المكث. المتغير بطول المكث يعني الماء الذي تغير بطول مكثه، هذا مثل الماء يسمون الماء الآجن، الماء الذي يتغير مثلا في خزانات الماء مثلا، أو في أنابيب الماء يسمون المواسير مثلا، أو البايبات هذه، أو الماء الموجود في القرب الكبيرة، أحيانا يتغير بسبب طول مدة مكث الماء، بسبب طول مدة مكث الماء. ولذلك الآن تجد بعض الناس مثلا الخزان الذي على السطح يجد فيه تغير، يجد أن هذا الماء تغير ويشعر برائحة تغير الماء، أو وجود مثلا أثر مثلا. هذا كله يجوز استعماله من دون كراهة، من دون كراهة، ما دام أن الذي غيره ليست نجاسة ولم يسلب الاسم، يعني ما أصبح مثلا تحول إلى اسم آخر، سلب الوصف كامل، فإنه يجوز التطهر به من دون كراهة. قال: أو بالريح من نحو ميتة. هذا اللي يسمونه المجاورة اللي ذكرته أنا قبل قليل. فالماء الذي تتغير رائحته أو طعمه أو لونه بسبب المجاورة فإنه يبقى طهور، يبقى طهور ما دام أنه لم تخالطه ولم تسلبه اسمه، وإنما غيرته. في الغالب أن اللون لا يتغير، وإنما يتغير الطعم والرائحة، يتغير الطعم والرائحة، وهذا قد يكون بسبب نجاسة، بسبب نجاسة. فلو كان مثلا هناك غدير من الماء أو بركة من الماء كبيرة، وبجوارها شاة ميتة أو بعير ميت أو بقرة ميتة، والريح تنقل رائحة هذه الميتة إلى الماء، إلى الماء، فيتغير طعم الماء أو رائحة الماء، فيبقى الماء طهورا، يجوز استعماله من دون كراهة. لماذا؟ لأن هذا التغير إنما حصل بالمجاورة وليس بالمخالطة أو الممازجة كما ذكرت أنا قبل قليل. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، لا يكره استعمال مثل هذا النوع من الماء. قال: أو بما يشق صون الماء عنه، كطحلب وورق شجر ما لم يوضعا. أو بما يعني ما لا يكره، ماء طهور لا يكره استعماله إذا حصل فيه شيء نبت فيه من دون وضع آدمي.
مثل الطحلب. الطحلب وهي المادة الخضراء التي تكون في الماء بسبب طول مكثه أو بأسباب أخرى، أو مثلا ورق شجر سقط فيه مثلا، أو شجر نبت في أرض هذا الغدير أو هذه البركة من الماء مثلا، فإن هذا لا يكره استعماله، يجوز استعماله من دون كراهة، من دون كراهة. أما إذا قصد الإنسان وضع الطحلب فيه مثلا أو وضع ورق الشجر فيه، فهذا يعني نرجعه إلى القاعدة السابقة في أقسام المياه. فإذا قلنا بالقسمة الثلاثية يكون هذا الماء طاهرا إذا سلب الاسم، يعني إذا خالطه أو مازجه شيء طاهر مثلا. وعلى القسمة الثنائية اللي ذكرناها وهي الراجح يكون هذا يكون يبقى هذا الماء يبقى هذا الماء طهورا. قال رحمه الله تعالى: الثاني طاهر. الآن انتقل المصنف رحمة الله عليه إلى بيان القسم الثاني من أقسام المياه على مشهور المذهب، وهو قول جماهير أهل العلم. قال: طاهر. عرفنا لكم الطاهر في المجالس السابقة، ماذا قلنا؟ هو الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره، طاهر في نفسه غير مطهر في غيره، ويستعمل في العادات دون العبادات، يعني لا يرفع الحدث وإنما يستعمل في العادات. قال: يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، وهو هذا تعريفه الآن، أو ذكر أنواعه، وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، بشيء طاهر. إذن المصنف رحمة الله عليه الآن شرع في ذكر القسم الثاني من أقسام المياه وهو الطاهر، وهو الطاهر. وعرفت لكم الطاهر، قلت هو الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وذكرت بأن هذا الماء يستعمل في العادات لا في العبادات. ما معنى في العادات؟ يعني في الأكل والشرب مثلا والسقي وغير ذلك. أما في رفع الحدث فلا، على مشهور المذهب وهو قول جماهير العلماء. أما إذا قلنا القسمة الثنائية نرجع إلى الضابط السابق، ما دام أن الماء لم يسلب الاسم ولو تغير شيء يسير منه بطاهر، فإنه يبقى طهور، يبقى طهور. لكن الآن أنا سأمشي على ما ذكره المصنف وهو قول جمهور العلماء. وبالمناسبة في نهاية يعني القسم هذا سنخلص إلى أن الأنواع الثلاثة التي ذكرها المصنف من الماء الطاهر كلها تندرج تحت الطهور في الراجح من قول أهل العلم. يعني هذه الخلاصة، أن هذه الأنواع الثلاثة التي سيذكرها المصنف يعني في القول الراجح أن راجع إلى قسم الطهور وليس يعني قسم الطاهر على ما رجحنا. قال: طاهر يجوز استعماله في غرف الحدث وزوال الخبث. قال: وهو هذا الأول، النوع الأول من أنواع الطاهر، ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. إذن النوع الأول من أنواع الماء الطاهر ما اشتمل على وصفين: أولا تغير الكثير منه، والثاني أن يكون التغير بسبب شيء طاهر، بسبب شيء طاهر. واضح؟ إذن عندنا الماء إما أن يكون كثيرا وإما أن يكون قليلا. فإذا كان هذا الماء، طبعا بعض العلماء له في خلاف بين العلماء في مسألة هل يعني يكون هناك يعني شيء اسمه ماء كثير وماء قليل، مسألة خلافية، مسألة خلافية. لكن عموما عندنا ماء طهور، عندنا ماء طهور حصل أن سقط فيه شيء طاهر، شيء طاهر، فغير أكثره، يعني غير أكثر الماء، إما غير أكثر اللون أو الطعم أو الرائحة.
فإنه ينتقل من وصف الطهورية إلى الطاهرية. هذا هو مشهور المذهب وقول جماهير أهل العلم، واضح؟ ينتقل من وصف الطهورية إلى الطاهرية. أما إذا كان التغير قليلا فإنه يبقى طهورا، فإنه يبقى طهور. إذن خلاصة هذه المسألة أن هذا الماء الطهور إن تغير بيسير شيء طاهر، تغير هذا الماء بهذا الطاهر ولكن بشيء يسير، فإنه يبقى طهور، يرفع الحدث ويزيل الخبث، يكون طاهر في نفسه مطهر لغيره، يعني يرفع الحدث ويدفع النجاسة أيضا. الثاني إذا تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه، قلنا ماذا يكون؟ ها، يكون طاهرا، ينتقل من الطهورية إلى الطاهرية. طيب، إن تغير تغيرا يسلبه الماء المطلق، إن تغير تغيرا يسلبه الماء المطلق من دون النظر إلى كون تغير قليل أو كثير، لكن في الغالب أن هذا يحكم عليه بأنه تغير كثير، يحكم عليه بأنه تغير كثير، لكن أحيانا ما يتبين هذا في الطعم وفي الرائحة، وإنما يتبين في الغالب في اللون، وإنما يتبين غالبا في اللون. عموما على القول الراجح أن الماء الذي تغير بطاهر وسلبه عفوا، أن الماء الذي تغير بطاهر فإنه يبقى طهور ما لم يسلب الاسم، كأن يكون مثلا أصبح حبر، أصبح شاي، أصبح حليب مثلا، وشيء من هذا القبيل. هذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح. قال: فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته، عاد إلى طهوريته، يعني هذا الماء الذي تغير، هذا الماء الذي حكمنا عليه بأنه طاهر تغير بنفسه وليس بفعل الإنسان، بأن زال مثلا اللون أو الطعم أو الرائحة فإنه يرجع إلى الطهورية، يرجع إلى الطهورية. هذه على القسم الثلاثي، هذه على القسم الثلاثي. قال: ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث، ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث، هذا النوع الثاني من أنواع الماء الطاهر، وهو ماء قليل. طبعا عندنا قاعدة مهمة، وهي أن لفظة القليل والكثير في باب المياه الضابط فيها القلتين، بمعنى أن الماء نحكم عليه بالكثرة إذا كان قلتين فأكثر، ونحكم عليه بالقلة إذا كان أو بالقليل إذا كان دون القلتين، وسيأتي إن شاء الله ذكر مسألة القلتين، ذكر مسألة القلتين. هذا الماء القليل الذي هو دون القلتين إذا استعمل في رفع حدث فإنه يكون طاهرا لا طهورا، وأنا سبق أنني ذكرت هذه المسألة في مجلس سابق، في مجلس سابق، ولذلك الحنابلة يذهبون إلى أن الماء الطهور إذا استعمل في رفع حدث، سواء كان هذا الحدث حدث أصغر أو أكبر، فإنه يسلب الطهورية وينتقل إلى الطاهرية، يعني يجوز استعماله في العادات دون العبادات، فلا يرفع الحدث. قالوا: لأن هذا الماء استعمل في عبادة على وجه الإتلاف، فلا يمكن استعماله فيها مرة ثانية، مثل العتق يقولون، فإذا أعتق عبد في الكفارة فإنه لا يمكن أن يعتق مرة ثانية. وكذلك قالوا مثل رمي الجمار، فإذا رميت الجمرة بحصاة قالوا فقد استعملت في عبادة، أتلفت في عبادة فلا تستعمل مرة ثانية. والصواب بأن الماء المستعمل في طهارة الحدث
يبقى طهور، يبقى طهور، ولذلك يجوز رفع الحدث به. وهذه الرواية التي رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وأيضا اختارها أبو الوفاء ابن عقيل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. والصحابة رضي الله عنهم لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ يكادون يقتتلون على وضوئه، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام توضأ وصب من ماء وضوئه على جابر لما أغمي عليه، فدل هذا على أن الماء المستعمل في رفع حدث فإنه يبقى طهور. وسبق أننا ذكرنا مسألة ماء رفع به حدث، ماء رفع به أو ماء استعمل في طهارة مستحبة، وماء استعمل في طهارة واجب، لعلكم تذكرون هذا فيما سبق. قال: أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية. بنية وتسمية، هذه المسألة، هذا النوع الثالث من أنواع الماء الطاهر، من أنواع الماء الطاهر، وهذا من مفردات الحنابلة، من مفرداتهم، خالفوا في ذلك الجمهور الفقهاء. تعلمون بأن الحنابلة يذهبون إلى أن المستيقظ من نوم الليل يجب عليه وجوبا أن يغسل يديه 3 مرات، أن يغسل يديه ثلاثا. جمهور الفقهاء يذهبون إلى استحباب ذلك، أن هذا سنة مستحبة، وحتى في الوضوء يقولون مثل طبعا الجمهور بما فيهم الحنابلة يذهبون إلى أن غسل الكفين قبل الوضوء مستحب سنة وليس بفريضة. الحنابلة يخالفون الجمهور فيذهبون إلى أن غسل اليدين لمن قام من نوم الليل واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، أين باتت يده. ولذلك ذهبوا إلى أن من غمس، إذا قام الإنسان من نوم الليل وغمس يده في الإناء، سواء كانت يده، هذا مذهب الحنابلة، باشر الماء بيده أو باشر الإناء بيده وفي وهناك حائل كأن تكون ملفوفة أو فيها قفاز، يقولون بأن الماء هذا يسلب الطهورية وينتقل إلى الطاهرية، وينتقل إلى الطهورية، ويؤثمون من يفعل هذا، يؤثمون من يفعل هذا. وهذا طبعا في الماء القليل الذي يغمس فيه المكلف يده إذا قام من نوم الليل، ويشترطون في النوم الليل أن يكون ناقض. ولذلك لاحظوا معي ماذا قال المصنف، قال: أو انغمست. إذن أولا أن يغمس يده فيه كل يدي المسلم، والمقصود باليد هنا، لأن اليد لا يخفاكم تطلق على معاني من حيث الجارحة هذه، فالمقصود باليد هنا الكفين، مقصود باليد الكفين، لأن العادة جرت أن الإنسان إذا أراد أن يتوضأ أول ما يغمس كفيه، لأنهما الآلة لنقل الماء إلى بقية الأعضاء. إذا انغمست يعني أدخلت فيه كل، يعني جميع يد المسلم، يخرج من غير المسلم، يعني لو قام كافر من نوم ليلا فغمس يده في هذا الماء الطهور لا يسلب الطهورية، ولو قام المسلم فغمس أصبعه في هذا الماء فقط لا يسلب الطهورية. وحتى يشرب الطهورية عند الحنابلة لا بد من غمس جميع اليد وأن يكون من مسلم. ثالثا المكلف، المكلف دائما نقول لكم في الفقه من هو البالغ العاقل، البالغ العاقل، النائم ليلا يخرج، النائم نهارا، نوما ينقض الوضوء
نوما ينقض الوضوء. إذا عندنا النوم على قسمين، نوم ينقض الوضوء ونوم لا ينتقض به الوضوء. أما النوم الذي ينقض به الوضوء كما سيمر معنا إن شاء الله في نواقض الوضوء، النوم المستغرق. أما النوم الذي لا ينتقض به الوضوء فهو النوم الخفيف الذي يشعر فيه الإنسان بمن حوله. قال قبل غسلها ثلاثا، يعني خارج الإناء، خارج الإناء. ولا يتصور أحد أن مثلا تحت الحنفية يعني له حكم نفسه، لا. يعني لو استيقظ الآن نائم من نوم ليل، استيقظ مسلم مكلف من نوم ليل، فقام وغسل كفيه تحت الحنفية، هذا ليس له علاقة على هذه مسألة أخرى، هل يجب عليه أم لا؟ هل يجب عليه أم لا؟ فالحنابل يرون نعم يجب عليه، الجمهور يقول لا، هذا مستحب مثل بقية الأحوال بالنسبة للإنسان. قال ثلاثا، يعني لا بد أن يغسل يديه خارج الإناء ثلاثا، إما بأن يصب الإناء أو يميل الإناء على يديه، وإما أن يغسلها من إناء آخر بنية، لا بد من النية لأنها عبادة، لأن عبادة. وتسمية، لماذا قال التسمية؟ لأن التسمية عند الحنابلة واجبة في الوضوء، عند الحنابلة واجبة في الوضوء، لذلك لا بد أن ينوي وأن يسمي وأن يغسل يديه قبل أن وأن لا يدخل يديه في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا خارج الإناء. وهذه حقيقة من المسائل التي يعني حولها خلاف كثير وكبير، وسبب الخلاف ما هو؟ هو الأمر الوارد في الحديث الشريف، إذا استيقظ أحدكم من نومه، فالحنابلة يذهبون إلى الوجوب كما ذكرت، والجمهور يذهبون إلى الاستحباب، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه على الاستحباب. واختلفوا في الحقيقة في الحكمة، يعني ما الحكمة من ذلك؟ هل هي تعبدية؟ العلة عفوا، هل هي تعبدية أم العلة منصوصة؟ أم هناك حكمة؟ هناك حكمة مثلا؟ فمن أهل العلم ذهب أنها تعبدية، تعبدية، قالوا بأنها تعبدية. ومن أهل العلم ذهب إلى أنها معللة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنه لا يدري أين باتت يده، وقالوا بأن أهل الحجاز يستجمرون كثيرا ولا يستنجون، يعني يستعملون الاستجمار أكثر من الاستنجاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول فما قال فإنه لا يدري أين باتت يده، فقد تذهب يده حال نومه إلى محل الخارج وتتلطخ يده بما بقي من أثر الاستجمار. وشيخ الإسلام رحمة الله عليه ذهب إلى أن الحكمة من ذلك خشية عبث الشيطان، خشية عبث الشيطان. ولذلك الخلاف في هذه المسألة من حيث سلب الطهورية من هذا الماء معروفة طبعا، ولذلك الحنابلة يذهبون إلى أن المسلم القائم من نوم ليل إذا غمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا، وهذا الماء يسير يعني دون القلتين، فإنه يسلب الطهورية. والحنابلة ليسوا هم فقط، يعني هذا مفردات مذهبهم، في مقابل إذا قلنا دائما المفردات فلتحفظونها، إذا قلنا من مفردات الحنابلة يعني في مقابل المذاهب الثلاث الحنفية والشافعي والمالكية والشافعي، هذا يقال من المفردات. لكن هذا القول أيضا ذهب إليه إسحاق بن راهوية وداود الظاهري والطبري، وهو قول الحسن البصري رحمهم الله تعالى جميعا. القول الثاني قالوا بأنه طبعا هذا القول اللي ذكرته أنا قبل قليل
قالوا بأن يشرب الطهورية ولا ينتقل إلى الطاهرية. صححوا إذا كنت ذكرت هذا الشيء، يشرب الطهورية ولا ينتقل إلى الطاهرية، وإنما يكون نجسا، يكون نجسا. هذا ليس يعني ما ذكرته هذا قبل قليل بتحول الماء إلى النجاسة، يكون نجس، يكون نجسا. أيضا هو من المفردات، يعني نصوا على أن هذا من المفردات أيضا، لأن رواية عن الإمام أحمد، وهذه الرواية اختارها الخلال، اختارها الخلال. أيضا من مفردات الحنابلة وهو القول الثاني أنه يسلب الطهورية إلى الطاهرية، يسلب الطهورية إلى الطاهرية، وهذا الذي هو المذهب الذي جرى عليه المذهب. رواية، إحدى الروايتين عن الإمام أحمد هي المذهب، واختارها أبو يعلى القاضي رحمه الله تعالى. القول الثالث هو قول جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد اختارها ابن تيمية رحمة الله عليه، وابن القيم، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، وكثير من مشايخنا المعاصرين، إلى أن هذا الماء لا يسلب الطهورية، لا يسلب الطهورية. وأن الحديث الوارد في هذا الباب وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، ليس فيه الحكم على الماء، ليس فيه الحكم على الماء، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، نهى عن ذلك، وأمر بعدم غمس اليدين في هذا الماء لمن قام من نوم الليل، وقال فإنه لا يدري أين باتت يده، أين باتت يده. ومما يؤيد هذا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الله جل وعلا يعني بين أو أمر المتوضئ بأن يبدأ بالوجه، يبدأ بالوجه، ولذلك يعني الأمر بالشيء يقتضي حصوله بالإجزاء به. والجمهور الفقهاء، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، على أن غسل اليدين في بداية الوضوء سنة. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل، فيغسل وجهه ويديه إلى المرافق، إلى المرفقين، ويمسح برأسه، إلى آخر ما جاء. الدليل الثالث أن هذا ماء لاقى أعضاء طاهرة فبقي على أصله، ماء لاقى أعضاء طاهرة فبقي على أصله. وأيضا الطهور الواجب إما عن خبث، واليدان طاهرتان بالإجماع، وإما عن حدث، ولو كان كذلك لأجزأ غسلهما في جملة أعضاء الوضوء بنية الحدث، ولا اكتفي لهما بغسلة واحدة، فدل على أن غسلهما ليس من خبث ولا عن حدث، ولا عن حدث. وهذا هو القول الراجح، سبق أننا ناقشنا هذه المسألة كثيرا، ولذلك القول الراجح بأن من غمس يده وهو قائم من نوم ليل وهو مسلم مكلف، فإن الماء لا يسلب الطهورية، وإنما يبقى طاهرا، وإنما يبقى طاهرا. لعلنا نكتفي بهذا القدر، لأن بقي عندنا النوع الثالث وهو الماء النجس، وأعتقد يحتاج إلى يعني مزيد بحث وكلام، لكن أستمع إن شاء الله إلى أسئلتكم المرسلة إلى الشيخ خالد، ولعلها تتمم شيء من ما فاتنا في هذا المجلس. تفضل يا شيخ خالد. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، الماء إذا خالطه الفحم هل يرفع الحدث؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للفحم طاهر وعين طاهرة، فإذا خالط
الماء ينظر، فإن سلب الفحم الماء اسمه فإنه لا يرفع به الحدث، وأما إذا لم يسلب الماء اسمه وإنما خالطه، وهذه المخالطة غيرت يسيرا من الماء، فإنه نعم يرفع به الحدث ويزال به الخبث. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم. يقول السائل: ما حكم الوضوء من ماء بئر في مقبرة؟ نحن ذكرنا هذا، ما أدري ذكرنا ولا لا. طيب، بالنسبة للوضوء بماء بئر في مقبرة مكروه عند الحنابلة، يكره عند الحنابلة الوضوء بماء بئر في مقبرة، وقالوا يعني لأنه مظنة النجاسة. وقيل: من أين النجاسة؟ قالوا يعني مما يحصل من صديد الموتى ومما يتفرق من أجزائهم. والصواب جواز الوضوء من ماء المقبرة من دون كراهة، لأن الأصل في الماء الطهورية، الأصل في الماء الطهورية، وأن الماء لا يسلب الطهورية إلا بما ذكرنا من أوصاف. فالماء في المقبرة نعم يجوز التطهر به من دون كراهة، وأما العلة التي ذكروها فهي ضعيفة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وجزاكم خيرا. يقول السائل: ما حكم المداومة على استعمال الماء الحار في الاغتسال والإطالة في الحمام؟ بالنسبة لاستعمال الماء الساخن في الحمام، ذكرنا بأنه على الأصل وهو الجواز، إلا إذا كان يضره، ولا أعتقد بأن أحدا يستعمل الماء بقصد الإضرار بنفسه. فيجوز للإنسان أن يتوضأ بالماء الساخن الموجود الآن في السخانات، وذكرت أنا هذا، التسخين بالكهرباء، أو أن يوقد عليه مثلا بطاهر. سنتحدث إن شاء الله على مسألة الإيقاد عليه بنجاسة، وأظن مر معنا شيء من هذا. وكذلك الاغتسال يجوز. أما مسألة الإسراف في الماء، الإطالة مثلا في الاغتسال، الإطالة في الوضوء، فهذا مما جاء النهي عنه في النبي عليه الصلاة والسلام، كما في السنن لما مر على سعد فقال له: لا تسرف في الماء. فقال: يا رسول الله، أو في الوضوء سرف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. وكما في حديث جابر لما قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بالاغتسال في الوضوء قال رجل: لا يكفيني. في الاغتسال قال رجل: لا يكفيني. قال: لقد كان يكفي من هو أفضل منك وأكثر شعرا، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. والوضوء بالمد يعني ملء كفي الرجل المعتدل، والصاع 4 أمداد كفي الرجل المعتدل. لكن هنا مسألة أنبه عليها، وهي أن الاغتسال على ضربين ونوعين: اغتسال لرفع الحدث، يعني الذي أوجب الغسل كجنابة أو حيض أو نفاس، فإن المشروع في حق من يغتسل لرفع الحدث الاقتصاد، لأنه في عبادة وطاعة. الاقتصاد لأنه في طاعة وفي عبادة، لما جاء في الحديث الذي ذكرته قبل قليل. وأما إذا كان بغرض التنظف، يعني إنسان يريد أن يتنظف، فهذا لا حرج عليه لو يعني زاد في استعمال الماء إذا لم يكن هناك ذهاب مثلا إلى حمام من الحمامات اللي ذكرناها قبل قليل، أو لا يذهب إلى بحر أو إلى نهر أو إلى نبع ماء مثلا أو عين ماء. فلو يعني أراد أن يغتسل في بيته فلا بأس، على قدر ما ينظف بدنه ولا يبالغ في ذلك، لأن بعض الناس لديه وسواس خاصة في الاغتسال، يبقى ساعة وساعتين فيما يخص رفع الحدث. ولذلك أنا ذكرت الاقتصاد لأنه عبادة، عبادة، فلا يطيل الإنسان في رفع الحدث. أما مسألة التنظف فله ذلك، بشرط أن لا يسرف في الماء. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. يقول السائل: ما حكم رفع الحدث بالماء المسخن بروث الأنعام؟ بالنسبة لرفع الحدث بالماء المسخن بروث الأنعام، تعلمون بأن الحنابلة يكرهون ذلك، يكرهون ذلك سواء كان الإناء مغلقا أو مفتوح. يعني لو أن إنسانا أتى بقدر ماء وسخنه بروث ما لا بالروث النجس الذي مثلا روث الحمار مثلا، قالوا بأن هذا يكره، وذلك خشية أن تتصل النجاسة بالماء، تتصل النجاسة بالماء، وكرهوا حتى لو كان مغلقا لهذه العلة، قالوا خشية ذلك. والصواب الجواز لأمرين: الأمر الأول أن الروثة هذه الروثة هذه تستحيل إلى شيء طاهر، فإذا أوقدت هذه الروثة تحولت إلى جمرة واستحالت، مثل ما ذكرنا ما ذكره شيخ الإسلام من المثال في الكلب الذي يسقط في مملحة، قالوا هذا استحال، ما أصبح الآن، ما أصبحت هذه العين كلب، أصبح ملحا. كذلك هذه الروثة استحالت، ما أصبحت، ما بقيت نجسة، وإنما تحولت إلى طاهر. الأمر الآخر أن بناء الأحكام على الظن ليس مضطردا في كل مسائل الفقه، وإنما في أمور قد تحفها أدلة. وعندنا أصل عظيم هو مسألة أن الماء الأصل أنه طهور، دل على هذا نصوص القرآن والسنة. بذلك يذهب شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم كابن القيم إلى أن التحفظ أو التحرز من الماء الطهور خشية أن يكون قد وقع فيه من دون يقين، هذا ليس من الشرع في شيء، وليس من الدين في شيء، خاصة مسألة المياه. قد دلت على هذا نصوص كثيرة، يعني أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وآثار الصحابة. ولذلك من سخن الماء بروث نجس فإن الماء يبقى طهور. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: في غمس يد القائم من نوم الليل قيد المصنف رحمه الله تعالى ذلك بالمسلم، فهل يفهم منه أن الكافر إذا غمس يده أن الماء لا يتأثر؟ نعم، ذكرت هذا لأن الكافر لا نية له، وأما المسلم فله نية. ذكرت العلة، قالوا بأن قول النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يدري أين باتت يده، ذكروا بأن أهل الحجاز يستجمرون، وربما أثناء النوم ذهبت يده إلى محل الخارج فتنال أصابعه أثر ما تبقى من الاستجمار. والحكمة الثانية ما ذكره شيخ الإسلام من أن ما يتعلق بلعب الشيطان وخبثه، هذا الذي ذكره. قالوا بأن المسلم له نية، أما غير المسلم ليس له نية، وهذا القول من المفردات قلت لكم. والصواب ما هو الصواب؟ بأن الماء يبقى طهور، فلو قام رجل من نوم الليل مسلم مكلف، قام من نوم ينقض الوضوء يعني مستغرق، فغمس يده في إناء ولو كان يسيرا فإن الماء يبقى طهور. نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا، ونفع بكم الإسلام والمسلمين، وبارك فيكم. جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.